ما بقى هنا اه دكتور زاهر قول لنا احنا فين دلوقتي بعد اذنك. احنا دلوقتي المخزن اللي فيه القطعه الاثريه المهمه اللي احنا كشفناها. اهم كشف حصل هنا هي البرديه دي. البرديه دي لما اهم حاجه فيها الترميم. مين اللي قام بالترميم؟ اسمك انا احمد طارق وبعض الزملاء. اسمك ايه؟ احمد. طب يا احمد الاول اشرح لنا ازاي. طبعا انت عشان المرمم عشان يرمم بتيجي تعالي الست يا مايسه. تيجي الست مايسه دي بتقدر تعرف الحرف ده مكمل الحرف ده او الكلمه دي. يلا اشرح لنا يا مايسه قول لنا عملت ايه. تمام استاذ احمد طارق استاذ احمد عزت زميلنا اول حاجه فرد الفراجمنتس بتاعت البروديه القطع بتاعت البروديه كلها وبعد كده استاذ احمد طارق اكمل ان هو عن طريق الترميم بيقدر يجمع عن طريق الفايبر اتجاه الالياف واتجاه الخطوط والفينيت المناظر وانا باكد عليه من اتجاه الكلمه صح او الجمله صح وما الى ذلك يعني اشرح لنا مثلا يعني هنا دلوقتي احنا عندنا ده الاول ده الاول عباره عن الفصل 17 من كتاب الموتى. كتاب الموتى ده عبارة عن كتاب بتحط جو بجوار المتوفي بطريقة بلدي عشان يرشده ازاي يطلع سيفلي بطريقة سيفلي يعني بطريقة سليمة الى العالم الاخر. بدأت الاول بحاجة اسمها نصوص الاهرام او متون الاهرام جنب جوه اهرامات نهاية الاسر الخمسة واحد اسمه ونيس واهرامات الاسر السادسة ملكات كانت خاص بالملوك بس الكتب دي. في الدولة الوسطى بدأ يبقى فيه كتاب الموتى خاص بكل الناس. في الدولة الحديثة بدأت مجموعة كتب البوابات ومش عارف الليل والنهار لكن أهم كتاب كان للملوك والناس العاديين هو اللي بشرحه دلوقتي. اتفضلي يا فندم. تمام زي ما الدكتور تفضل قال ده الفصل 17 من كتاب الموتى وده من اطول الفصول هو عباره عن 3 أو 32 فقره في الاول بتعرف المتوفى بان هو المعبود الخالق ثم بعد ذلك نداء للمعبود رع للانقاذ في العالم الاخر وفي نهايه الفصل بيختم ان هو بيعرف الـ 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 المتوفى اللي هو هنا بوخا عرف بان هو اله الخالق مره اخرى احمد بيقول زي ما قلت قبل كده تمام يا احمد الوقت البرديه دلوقتي طولها اكتر من 4 متر هتوصل اكتر من 4 متر كام يعني ما اقدرش احدد لسه ده كله لسه ما اتحطش في مكانه فهي دي 2 متر ودي 2 متر فدي ممكن تعدي طبعا كشف برديه دي جوه بجوار احد المتوفيين الاثرياء بتدل على اهميتها في العالم الاخر تعالى بقى نشوف دي لا دي من الحاجات النادره يعني نقدر نقول حاجه جديده او نادره نادره جدا ان هي بيحصل عليها داخل البير بتعود للدوله الحديثه 3000 سنه الدولة الحديثة 1550 قبل الميلاد 1550 قبل الميلاد ده بداية الدولة الحديثة الأسرة 18 لكن أغلب المقتنيات اللي هنا المهمة بتعود لأسرة 19 لأن زي ما قلت إن قمة العبادة بتاعت الملك تيتي كان في الأسرة 19